نبدأ جولتنا مع شبكة مراسلين من واشنطن، مراسلتنا سكاي نيوز عربية، والخبر العاجل الذي ورد قبل قليل بإصابة أحد أعضاء فريق موظفي مساعد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس. ماذا في تفاصيل هذا الخبر هبة؟ نعم سامي، بالفعل يعني بعد تكهنات على مدى الساعات الست الماضية من هي الشخصية في مكتب نائب الرئيس الأمريكي التي ثبتت إصابتها بفيروس كورونا، وتم تأخير رحلة لنائب الرئيس الأمريكي إلى أيوا على مدى ساعة وإخراج ستة أشخاص من الطائرة وإرسالهم إلى منازلهم، تبين أن الشخص المصاب هي المتحدثة باسم نائب الرئيس الأمريكي كيت ميلر، وهي متزوجة أيضا من موظف يعمل مع الرئيس الأمريكي. وبالتالي أعتقد أن مستوى الخطر الآن في البيت الأبيض بالنسبة لتفشي وباء كورونا بات عالي جدا، لاسيما أنه تم الإعلان أمس عن إصابة عسكري يعمل في وحدة قريبة من الرئيس الأمريكي داخل البيت الأبيض. الآن بحسب ما أعلنت المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي بأن الرئيس الأمريكي يخضع لفحص الكورونا يوميا والنتائج سلبية، وطمأنت الأمريكيين بأن قائد القوات المسلحة للبلاد هو بخير، لكن كما نعلم سامي طبعا عوارض هذا الفيروس يأخذها أحيانا مدة الأسبوعين حتى تظهر، ما إذا كانت هناك إصابة يعني أو ما كانت النتيجة سلبية أو إيجابية. وبالتالي الآن التفاصيل بحسب ما ورد من البيت الأبيض بأنها لم تكن قريبة من الرئيس الأمريكي خلال الأيام القليلة الماضية. الستة أشخاص الذين كانوا قريبين منها تم إرسالهم إلى منازلهم. بالطبع قد تكون كان يعني كونها المتحدثة باسم نائب الرئيس الأمريكي، أعتقد أن كأنها كانت بحكم عملها قريبة جدا من نائب الرئيس الأمريكي، لم تتضح بعد هذه التفاصيل، ولم تتضح ما إذا كان الجميع أخضع اليوم لفحص. أيضا أود أن أشير إلى تخطي عدد الوفيات بالولايات في الولايات المتحدة 76,000 وفاة. اليوم حاكم ولاية نيويورك تحدث عن وفاة لطفل في الخامسة من عمره، مع ظواهر قد تكون مرتبطة، عوارض قد تكون مرتبطة بفيروس كورونا. هذا أيضا مع خبر لافت كان اليوم، وهو تسجيل أكبر نسبة من البطالة وخسائر الوظائف شهريا خلال شهر أبريل. لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة يصل العدد إلى 20.5 مليون أمريكي خسروا وظائفهم، وهذه كما أقول للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة. طيب أتحول إذن من واشنطن إلى الرياض ومراسلنا علي شريف. علي، ما جديد الإجراءات التي اتبعتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا، وماذا عن حصيلة الأرقام؟ نعم مروج، جديد الأرقام في المملكة العربية السعودية، تسجيل 1700 حالة، مما يرفع الإجمالي المسجل إلى أكثر من 35,000 حالة في السعودية. معظم هذه الحالات تتمتع بالصحة الجيدة، فيما عدا 141 تتلقى الرعاية المكثفة في المستشفيات السعودية. أيضا على صعيد آخر من الأرقام وبنظرة تفاؤلية بتنا نشاهدها خلال 3 أيام الماضية، هو اليوم تسجيل 1322 حالة شفاء، مما يرفع الإجمالي المسجل إلى 9,122، أي بتنا قريبين جدا من تسجيل 10,000 حالة شفاء، وهو ما ننتظره ونتأمله في الغد بتسجيل هذا الرقم، وكذلك لبقية الحالات. أيضا على صعيد آخر من الأرقام، تفاوتت نسبة الإصابة من حيث الفئات العمرية، حيث شكلت الأطفال نسبة الإصابة بينهم 4% ولكبار السن 3%، أما النسبة المتبقية والأكبر هي للبالغين. أيضا توزيع الأرقام من حيث المدن، شكلت مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة أعلى مدن من حيث تسجيل عدد الإصابة. أيضا على صعيد الإجراءات، هناك بعد 5 أيام من اليوم سوف ينتهي قرار رفع الحظر الجزئي، وهو بات الأمر في نوع من الترقب، ما إن كان هذا القرار سوف يمدد أو سيكتفى بالمدة التي تم رفع الحظر فيها. نعم مروج وسامي. أتحول إلى مراسلنا شادي شلالة من جنيف. شادي، الحكومة السويسرية يبدو أنها تجرب تطبيقا لتتبع فيروس كورونا
وتبحث إمكانية فتح الحدود مع دول مجاورة، هل ثمة إطار زمني لذلك؟ بالنسبة للحدود حتى الآن القرار هو أن تبقى الحدود فيها الإجراءات التي كانت منذ البداية، أي أنها إجراءات مشددة، ما لم يكن هناك عمل في سويسرا، ما لم يكن هناك الأوراق اللازمة للأشخاص الذين يريدون أو الانتقال إلى داخل السويسري، فممنوع عليهم الدخول من أي دولة أوروبية جاءت، إن كان من ألمانيا، من إيطاليا، من فرنسا أو من جميع الدول المحيطة بسويسرا. هذا بالنسبة بالي الحدود، وإن كان شهدنا خلال الأيام الأخيرة تخفيف على هذه القيود، تساهل أكثر مع الأشخاص الذين يعبرون إلى الداخل السويسري. هناك أكثر من مثلا من فرنسا إلى سويسرا هناك أكثر من 70,000 شخص يدخلون يوميا، كانوا يدخلون قبل هذه الأزمة إلى سويسرا من أجل العمل، هذا العدد انخفض كثيرا وبالتالي أثر إن كان على سوق العمل في سويسرا أو حتى على فرنسا. بالنسبة لهذا التطبيق الذي ذكرت سامي، بالفعل هذا يشكل مشكلة كبيرة في سويسرا، تبين من خلال الاستطلاع للرأي نشر اليوم أن هناك أن غالبية السويسريين يخافون على حرياتهم الشخصية أكثر من الخوف من مرض كورونا، وهذا الخوف هو من هذا التطبيق الذي سيحتم عليهم التسجيل في كل مرة يدخلون إلى المطعم، ويحتم عليهم أيضا الإعلان عن موقعهم على عبر هذا التطبيق على الهاتف. حتى الآن لم يحصل هذا التطبيق على قرار من مجلس النواب لوضعه لبدء بتشغيله، ولكن هناك تطبيق مماثل يتم أيضا العمل عليه، وسيتم اعتماد هذا التطبيق في نهاية هذا الشهر. شكرا جزيلا لك مراسلنا شادي شلالة من جنيف، وأشكر شبكة مراسلين من مختلف دول العالم. شكرا لكم جميعا.